نسبة الاعتداءات على الأطفال مرتفعة بالجزائر رغم المجهودات المبذولة من طرف مصالح الأمن والمجتمع المدني التي ساهمت في تقليصها خلال سنة 2015. تابع المزيد مع مفيد بن ربيع والهاشمي خيراني. شكلت الاعتداءات والاختطافات التي يتعرض لها الأطفال هاجسا أرق الجزائريين مؤخرا، إلا أن أرقام مصالح الأمن تؤكد تراجعها خلال سنة 2015 مقارنة بالسنوات التي قبلها. 2015 تم تسجيل 1146 طفل ضحية بنسبة منحنى تنازلي تاع 5.28%. عدد الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية بالنسبة ل 2014 تم تسجيل 363 قضية، 2015 309 قضية بمنحنى تنازلي تاع 14.87%. مرافقة الأولياء لأبنائهم والاهتمام الإعلامي الذي سلط الضوء بشكل كبير على كل أنواع الاعتداء ضد الأطفال عوامل كان لها دور كبير في هذا التراجع. اما بالنسبه للانخفاض يا اخي الكريم، هذا الشيء الفضل كان يولي لكم كاعلام في حصص، فيكم يعني تقوموا بالدور، عندكم حصص مختصه لهذا الشباب، لهذا الناس اللي راهم يتناولوا المخدرات، والفضل كان يولي الامن الوطني كجمعيات، كان نزيدوا نطلبوا نكونوا لي تبلد ونتلاقاو ونخرجوا نديروا، لماذا نديروا قافلات؟ حماية الأطفال وكفالة جميع حقوقهم حتمية تجبر الجميع على لعب الدور المنوط به للقضاء على الظاهرة بشكل نهائي.